أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تقديم محاضراتنا في مقرر الأدب في العصر العباسي الأول، ونتحدث اليوم عن ملامح التجديد في العصر العباسي الأول. والتجديد هنا اشتمل على ثلاثة جوانب. الجانب الأول في الموضوعات التقليدية، وهؤلاء الشعراء ثاروا في نهج القصيدة على النمط التقليدي في الأغراض التقليدية كالمديح والهجاء والرثاء، وكان من ورائهم علماء اللغة، إلا أنهم جددوا في معانيها. أما الجانب الثاني وهو موضوعات جديدة فرضتها الحياة الثقافية والاجتماعية في هذا العصر. ثم هنالك تجديد في القوافي والأوزان، خرج به بعض الشعراء عن نمط الخليل بن أحمد الفراهيدي في بحوره وأوزانه التقليدية. ونبدأ أولا بالمرور مرورا موجزا على التجديد في المعاني في الموضوعات التقليدية، ونبدأ بالمدح. فقد أضاف الشعراء العباسيون إلى مثالية الخلق المرسومة في الممدوح قديما مثالية الحكم، يعني دخل أمر آخر متعلق بالإدارة والحكم، صوروا فيه الأحداث المعاصرة وتقنوا ببطولة القواد ومجدوا الملاحم الحربية على شاكلة قول أبي تمام في قصيدته فتح عمورية على يد المعتصم، فهي المشهورة الصيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. ومما نجد فيه المثالية في الحكم قول مروان بن أبي حفصة في مدح المهدي: أحيا أمير المؤمنين محمد سنن النبي حرامها وحلالها. أو أن يمدح الخليفة بمنصبه، هذا مثالية الحكم، كقول أبي العتاهية في المهدي: أتته الخلافة إليه تجرر أزيالها، ولم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا لها. في الهجاء عدل الشاعر العباسي عن التهاجي القديم بالأحساب والأنساب وما يتصل بالعصبيات القبلية، وتحول إلى المطاعن الخلقية والنفسية. حتى الخلفاء إذا انحرفوا عن الجادة تولوهم بسهام الهجاء، على نحو ما رأينا عند دعبل ابن علي الخزاعي. كذلك من الصور الجديدة إضافة الصور السخرية والهزاء المؤلم كقول حماد عجرت في هجاء بشار وأشرنا إليه: وأعمى يشبه القرد إذا ما عمي القرد، دنيء لم يرح يوما إلى مجد ولم يغدو، ولم يخشى له ذم ولم يزجى له حمد. فقال إن بشار حين سمع هذه الأبيات، يقال إن بشارا حين سمع هذه الأبيات بكى من شدة إلامها لنفسه. وكذلك من الهجاء الساخر قول بشار في رجل ثقيل يكنى بأبي سفيان: ربما يثقل الجليس وإن كان خفيفا في كفة الميزان، كيف لا تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفيان. واستفاد بمعنى الآية الكريمة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها وحملها الإنسان، أشفقنا منها وحملها الإنسان إن الإنسان كان ظلوما جهولا. وهذا ضرب من الهجاء فيه سخرية. أما في الرثاء فلعل مما جدد في هذا الأمر ما يعرف برثاء المدن، مثل ما حدث في الأدب الأندلسي، ومثل ما حدث لبغداد لما نكبت أيام الفتنة بين الأمين والمامون ونزلت بها الفواجع رثاها الشعراء، مما جعل الشاعر الخزيمي يقول فيها: يا بؤس بغداد دار مملكة دارت على أهلها دوائرها، أمهرها الله ثم عاقبها لما أحاطت بها
كبائرها. وبالمثل صنع الشعراء في رثاء البصرة حين خرج الزنج إن خربها الزنج لاحقا من ضروب الرثاء الجديدة مراك الطير والحيوانات المستأنسة، فهذا أبو نواس يرسي كلبا له هلك بغرجوزة مطلعها يا بؤس كلبي سيد الكلاب كان أغناني عن العقاب وكان قد أجزى عن القصاب وعن شراء الجلب الجلابي. ويقول يا عين جودي لي على جلابي من للظباء الصفر والذئاب. وهكذا صارت قصيدة الرثاء لاستغلالها عن القديم. أما في الغزل فقد عني الشاعر العباسي بالغزل عناية فائقة واستغل فيه المعاني والخواطر الموروثة المادية والعزرية، ولكن ما وضح تصوير الحب الجسدي الذي تدفع إليه الغرائز وما يتصل به من حس وإثم على نحو ما رأينا عند بشار وأبي نواس. وإن كان بعضا يصور الحب العفيف كما رأينا عند العباس ابن الأحنف. ومع ذلك في الغزل الحسي وردت معاني طريفة مثل قول بشار يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا بما لا ترى فقلت تهزأ، فقلت لهم الأذن كالعين توفي القلب ما كان. هذه من المعاني الطريفة الجديدة. وقوله يا منية القلب إني لا أسميك أكني بأخرى أسميها وأعنيك، يا أطيب الناس ريقا غير مختبر إلا شهادة أطراف المساويك، يا رحمة الله حلي في منازلنا حسبي برائحة الفردوس من فيك. وهو لا يخلو من معنى طريف مستجد خاصة في البيت الثاني. وقد ظهر الغزل الماجن والغزل الشاذ بالغلمان على وحن وجاء من أبي نواس وزمرته. أما في الزهد فأصبح الزهد يمثل حركة مضادة لمظاهر المجون والزندقة التي رأيناها غرزت بقوة في هذا العصر. وقد شغف الناس بقراءة قصائد الزهد وإنشادها، وكانت محاولات التجديد فيه أكثر شمولا وتأثيرا، بل أعده بعض النقاد ثورة تجديدية في العصر العباسي خاصة عند أبي العتاهية، وله قصيدة في التفكر في الموت مطلعها لدو للموت وابن للخراب فكلكم يصير إلى تباب. وقد أثرت رياح الزهد في شعراء المجون فتحولوا إلى الزهد تائبين من المعاصي كأبي نواس وصالح بن القدوس وأبو العتاهية. ومن أقوال أبي العتاهية ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. مرحلة الزهد هذه مهدت للتصوف بصورته التي رأيناها فيما بعد، وظهور ما يعرف بعالم الاتصال والحلول والاتحاد والفناء في الذات مما شاعه الصوفيون في تلك الفترة، وما إليه مما نجده في أشعار المتأخرين من مثل قول رابع العدوية متصوفا مشهورا في حب الذات الإلهية قالت أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ولا يخفى تأثير الفلسفة بهذه الأبيات هذا المعنى الرقيق، ولا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أما في الوصف فقد تعددت الموضوعات وشملت جميع مظاهر الحياة العباسية الجديدة، وصف الرياض والمناظر البهيجة ووصف القصور ورحلات الصيد والطرد ومجالس الخمر والغناء. والجديد أن الوصف صار يقصد لذاته، يعني استغلت قصيدة الوصف وانفصلت عن القصيدة التقليدية. ولعلنا نتحدث عن أبرز موضعين هما انفصلا بالوصف واقتصرا عليهما موضوعا الخمر والطرد. والخمر وصفت منذ العصر الجاهلي لكن وصفها كان يأتي بين ثنايا القصائد، أما في هذا العصر
أفردت لها قصائد خاصة، وممن فعل ذلك مسلم بن الوليد، إلا أن أبا نواس فاقه وسبق الأولين والآخرين في هذا الفن آتيا بالأعاجيب، وكان يطلب من الشعراء أن يضعوا وصفها مكان مقدمة الأطلال القديمة والنسيب، كقوله: لا تبكي ليلى ولا تطرب إلى هندي، واسقني بالورد من حمراء كالورد، كأس إذا انحدرت في حلق شاربها أجدته حمرتها في العين والخد. أما الطرد وهو شعر الصيت والقديم، أيضا كانت مشاهده بين ثنايا القصائد الجاهلية والأممية، لكن لأن اهتمام الخلفاء والعامة في هذا العصر زاد بالنسبة إلى الصيد، فقد وصف الشعراء في قصائد منفصلة أدواته من رماح وسهام وحيوانات صائدة من كلاب وفهود وخيول والطيور، وأصبح غاية لذاته، واستغلت قصيدة الصيد والطرد. ولعل من برز في هذا وكان إماما في شعر الصيد والطرد أبو نواس، وقد رأينا كيف أنه رثى كلبا قبل قليل، وهنا يصف كلبا قد صاد ثعلبا: لما بدا الثعلب في سفح الجبل صحت بكلبها فهاجك البطل، كلب جريء القلب محمود العمل مؤدب كل الخصال قد كمل، ومر كالصغر على الصيد اشتمل فلفه لفا سريعا ما قتل، يا لك من كلب إذا صاد عدل. ونشير إلى ظاهرة أن شعراء الصيد والطرد خاصة أبي نواس قد اتخذوا البحر الرجز، يقال فيه هذه القصائد في الطرد، ولأن بحر الرجز نغمته تتناسب مع حركة الصيد. أما الموضوعات الجديدة التي طورها الشعراء أو التي أوجدها وابتدعها شعراء العصر العباسي، هي موضوعات الشعر التعليمي والشعر القصصي والتاريخي والمسرحي ونظم الأمثال العربية والأجنبية. ولعل من مظاهر هذا التجديد مزج الشعر بالفلسفة، شغف بها كثير من الشعراء، مما جعلهم يمزجونها بمعانيهم وخواطرهم مزجا بديعا، تقدمهم في ذلك أبو تمام من نحو قوله: ألا إنه صوب العقول إذا انجلت سحايب منه وعقدت بسحايبه. وقد مد جوانب هذه السحب قوسا من الفلسفة نفخ فيه من عقله الخصب ومشاعره المرهفة، مثل قوله: بيضاء تسري في الظلام فيكتسي نورا، وتسرب في الضياء فيظلم، فقد جعلها تكسف ضياء الشمس بجمال ألفاظها، حتى يستحيل بالقياس إلى ما تنشر حولها من النور قاتما مظلما، وكأنما نورها ينسج ضياء الشمس نزجا، فإذا هو قاتم وإذا هو ضياء مظلم. وهكذا يملأ أشعاره بألوان من التضاد، ضياء وظلام في نفس الوقت. وهذا الوصل بين الفلسفة والشعر عند أبي تمام يقابله وصل آخر عند ابن الرومي، فقد دفعته الفلسفة إلى تحليل المعاني تحليلا مستقصيا، فكان من الشعراء الذين يستقصون المعنى استقصاء واسعا. الشعر التعليمي هي أبنية شعرية تامة الخلق والتكوين تحوي المعارف والعلوم. أول من فعل ذلك وكان رائدا له هو الشاعر العباسي أبان اللاحقي، فقد أنشأ فيه كثيرا من المنظومات الطويلة، ونظم في العلوم مطولة سماها ذات الحلل، كما كثر نظم القصائد اللغوية على نحو هو معروف عن مقصورة ابن دريد، وكذلك مهد لألفية ابن مالك في النحو. وقد كان علم الفلك من العلوم التي شغف بها البغداديون، ونظم فيها قصائد كثيرة. كذلك التشيع للمذاهب، فكان الشعراء ينظمون في مذاهبهم قصائد يردون فيها على مخالفيهم ونقد أدلتهم، على نحو ما هو زايع عند بشر بن المعتمر الذي أنشد له الجاهز في كتاب الحيوان قصيدتين طويلتين في علم التاريخ الطبيعي، تحدث فيها عن خلق الحشرات وهو صنف من الحيوان، ودلالة على هذا الخلق على صنع الإلهي العجيب. ولا نكاد نلتقي بشاعر عباسي نابه إلا وقد تمثل المعارف المعاصرة له تمثيلا دقيقا. كذلك الشعر التاريخي أخذ يكثر في القرن الهجري على نحو ما يلغان عند علي بن الجام وابن المعتز،
وكذلك الشعر القصصي، وكان أيضا رائد أبان اللاحقي الذي ترجم ونظم كليل ودمنة 14,000 بيت. كذلك نظمت الأمثال العربية والأجنبية، وقد ألف أبو العتاهية منظومة سماها ذات الأمثال بلغ بها 4,000 بيت، صاغها صياغة محكمة وقد أشرنا إليها من قبل. أما التجديد في القوافي والأوزان فقد مضى الشاعر العباسي ينفس من روحه بذوقه وملكاته الخاصة، جعل صياغة شعره تتشكل بأسلوب جديد عرف بأسلوب المولدين، وهو أسلوب يحتفظ بالطوابع العربية الأصيلة لكنه ينميها بدقة ألفاظه وتناسقه، ومما يشيع فيها من الجزالة والنصاعة والرصانة، يعني التركيز على ما يعرف بالموسيقى الداخلية، وأحيانا الرقة والنعومة والرشاقة والعذوبة. ومثل ما حذق الشاعر العباسي صياغة الشعر حذق كذلك موسيقاه، فمضى يحكم عزفه على أوتاريا مستخرجا منها أروع الألحان والأنغام. ولعل حاجة الغناء في مجالس الخمر والطرب هي التي دفعت الشاعر إلى كثرة التجزئة في الأوزان والبحور وكثرة العلل. ولاحظ الخليل واضع علم العروض موسيقى الشعر العربي رغبة الشعراء في النظم على أوزان جديدة، فهدته عبقريته إلى أن يضع تفاعيل الأوزان في 5 دوائر، وأخذ يدير فيها الأجزاء والأسباب والأوتاد، وإذا الدوائر تنفتح أبوابها لأوزان مهملة شقف غير شاعر بنظمها، على نحو ما رأينا عند أبي العتاهية الذي كان يقول أنا أكبر من العروض، وقد أشرنا إلى ذلك في حديثنا عن أبي العتاهية. وله من مقلوب البسيط للمنون دائرات يدرنا صرفها هن ينتغيننا واحدا فواحدا. مقلوب البسيط، البسيط مستفعل فعل مستفعل فاعل، وهذا مقلوبه فعل مستفعل فعل مستفعل. وقد جد الشاعر العباسي في القوافي تجديدات مختلفة انتظمت في 4 صور، هي المزدوجات والرباعيات والمنظومات الدورية والمصمتات، فيمكنك أن ترجع إليها بالتفصيل لأن الزمن هنا لا يتيح لنا أن نفصل فيها كلها، لكن لابد أن نشير إلى بعضها. فالمنظومات الدورية تتألف من أدوار، لكل دور منها بيتان، ولكل دور قافيته الموحدة في أشطاره 4، وطبيعي أن تختلف من دور إلى دور، يعني اختلفت فيها القوافي. وأكثر ما تدور في الغزل والمجون، وعادة تنتظم في وزن الرجز أو الوزن السريع. الرجز مستفعل مستفعل مستفعل، وهو أيضا كالرجز السريع لأنه فيه أيضا مستعبل مستفعل، من الأوزان الوافرة النغم. ومن أمثلة الأدوار غولى بنواس سلاف دن، كالشمس دجن، كدمع جفن، كحمر عدن. وأما المصمتات فتتألف من أدوار أيضا، وقد انبثقت من فكرة المزدوج والدور، وكل دور يتألف من 4 أشطر أو 5 وهو الغالب، ولكل دور قوافيه الخاصة، مع ملاحظة أنه ينتهي بشطر يتحد مع قافية الشطر الأخير في كل دور، ومن أجل ذلك يسمى هذا الشطر عمود المصمت، وهو قطبه الذي يدور عليه، وسمي مصمتا من الصمت، وهي القلادة التي تتألف من أسلاك من اللؤلؤ وتلتغي جميعها في جوهرة كبيرة. ويقترن اسم بشار بضرب منها هو المخمسات، وقد شاعت المخمسات أكثر من الرباعيات أو المربعات. يقول الجاحظ لم يكن أحد أقوى على صنع المخمسات من بشر بن معتمر، وقد أنشد الدميري لأبي نواس مخمسا ختمه بهذا الدور: يا ليلة قضيتها حلوة مرتشفا من ريقها قهوة، تسكر من قد يبتغي سكرة، ظننتها من طيبها لحظة، يا ليت لا كان لها آخر. هذا هو الصمت الذي أو العمود الذي يدور عليه. وهذا ربما ألهم الأندلسيين إلى اختراع الموشحات، وقد نجد الصورة تقترب منها اقترابا شديدا من حيث الأدوار والأقفال. فهذا ديك الجن الشاعر العباسي له منظومة على غرار الموشحات، هي قولي لطيفك ينثني عن مضجعي، قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند المنام، عند الرغاد، عند الهجوع، عند الهجود، عند الوسن، فعسى أنام فتنطفي نار تأجج في العظام، في الفؤاد، في الطلوع، في الكبوت، في البدن،
جسد تقلبه الأكف على فراش من سقام. فنلاحظ المطلع والقفل والخرجة يا الغافية الميمية، قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند المنام، وختم جسد تقلبه الأكف على فراش من سقام. ثم عنده غافية الدال والعين والدال والنون في الأدوار، عند الرغاد، عند الهجوع، عند الهجود، عند الوسن، تقابلها في الفؤاد، في الضلوع، في الكبود، في البدن. وواضح أن هذه المنظومة نشأت من فكرة بسيطة هي تكرار غافية البيت بروين جديد. والحق أن الشعراء العباسيين النابهين تحولوا في سماء العالم العربي إلى كواكب ساطعة تضيء لكنها لا تحترق. ولقل فيما قدمنا يدل دلالة واضحة على ما نهض به الشاعر العباسي من تجديد عين خاص في مضمون الشعر وإطاره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.